طبعا. اكمل بس يومها. طب اللي لفت نظري ان في 60 مواطن مصري اتقتلوا، في عدد كبير من المصريين اتصابوا، منهم عدد كبير من الناس اصلا كانوا من الناس اللي وقفوا ضد حكم مرسي. يعني على سبيل المثال الاستاذ حسام بكير ده صحفي ومعروف بنشاطه اللي كان ضد جماعة الإخوان المسلمين، وكان بيخرج ضد جماعة الإخوان المسلمين ومحسوب على الثورة من أول يوم، ولغاية النهاردة كلامه ضد جماعة الإخوان المسلمين. لما يتضرب برصاص حي قدام نقابة الصحفيين ده يقلقني، لما عدد كبير من الصحفيين والمحامين يتقبض عليهم قدام نقابة الصحفيين يقلقني. احنا أكيد كلنا متفقين أنه أول طريق أن احنا نحقق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية أنه نقيم دولة القانون، صح؟ طيب انا دارس قانون، انا محامي ودي شغلانتي، دي عقوبه انا ما شفتهاش في اي، ما تعلمتهاش في اي قانون، ما شفتهاش في اي قانون. عقوبه ان حد يبقى مقبوض عليه فبيتضرب، الراجل مقبوض عليه تضربه ليه؟ دي عقوبه انا ما درستهاش في قانون العقوبات، ودي عقوبه انا ما درستهاش في قانون العقوبات. انا مش عارف ده برضو شاب ممسوك وبيتقبض عليه وبيتضرب. يعني ظروف الصورتين دول حضرتك متاكد انه يعني دول صور انا يعني اتصلت حتى دي على مسؤوليتي الشخصيه، دي صور متاخده من المصري اليوم يوم 25 يناير موجوده وبيتهيألي جريده معروف مصداقيتها، وبالتالي دي مش طيب مش خليني دوله القانون اللي انا ببحث عنها. في خطر حقيقي على دوله القانون اللي كلنا بنحلم بيها. انا بجد مش فارق معايا مين اللي بيحكم، بس فارق معايا نتحكم ازاي. تمام، خلينا